منك إلو لك. خلينا نتفرج اليوم على الكورولا الاس اي، رح فرجيكم عليها بالتفاصيل. هيدي الاس اي كورولا، تفرج ما شاء الله، تفرج تفرج ها بالتفاصيل بالتفاصيل، بالدقيق بالدقيق بالاقيق وبالدواليب. وهيدي الاس اي كورولا شايفين كيف بيجي عليها من تحت السبويلرات، الاكزوست 2 اس اي. شوفوا ما شاء الله، تفرج تفرج منك الولك، تفرج تفرج، شوف ومتع نظرك. وهلا رح ندخل على الكورولا، اكيد الدخول ذكي. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله، شوفوا شوفوا ما اجمل المقاعد بالكورولا الاس اي. اكيد تشغيل ذكي. شاشة، شوفوا الشاشة اللي بالكورولا، شايفين؟ هيدي التفاصيل كلها ها. وهيدا الفرش الخلفي، وفيها درايفين مود، فيك تسوقها سبورت، شايفك بتقول سبورت، وفيك تسوقها عادي، هيدا سبورت يعني بتصير رياضية. وطبعا ازاز كهرباء، وفيها التحكم بالراديو، فيها التحكم بالمسار عن بعد، وطبعا جلانت كهربائي، والهولد على البريك. مين بيعرف شو هي الهولد؟ وهيدا المحرك، المحرك بالكورولا سعة 2.0. وشوفوا ما بتشوفوا اجرية، ما راح تشوفوا اجرية. بعدين شايفين كيف معبي كل المنطقة، مش مثل سيارات ابو جميل كل المنطقه فاضيه وفيها موتير بيطلع قد هالبط. هذا موتير ابو جميل، هذا الموتير اللي احنا اللي عندنا، وابو جميل بركب موتير هالقد حجمه. ابو جميل ولك جيب لهم مثله، جيب لهم مثله للعيال.